طبعا في احد الاشهر في دبي بعد ما جت الدربزينات بنى فوق القبه الصغيره هذه القبه الكبيره ولونها باللون الرصاصي. في عهد الاتراك في العهد العثماني بدات هذه القبه تتشقق من الاعلى، فاعادوا بنائها من جديد بشكل اقوى وزودوها بالصفائح من الرصاص ولونوها باللون الاخضر وبقيت الى يومنا هذا. طبعا القبه الصغيره ما زالت موجوده اسفل هذه القبه، لكن خلاص ما تبان لانها جت تحتها. شفتوا كيف كان بيت السيدة عائشة رضي الله عنها وكيف صار عليه دحين؟